يعني في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذن لي بذكره، طبعا هذه أذكار يقولها المسلم، لكن سبحان الله قوله صلى الله عليه وسلم وإذن لي بذكره يدل على ماذا؟ على أن من لم يأذن الله له بذكره ما يستطيع يذكر الله. والله ما تستطيع تسبع الله تسبيحة تسبيحة واحدة، ومع ذلك لا تستطيع إلا بعون من الله. إذا ما عانك الله فأنت مخذول ما تستطيع. وإذا كم إنسان ما يذكر الله؟ قال الله عن المنافقين وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. والكافر ما يستطيع يقول لا إله إلا الله، ينخنق إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل ويسر الله ذاك على لسانك فاحمد الله عز وجل واعلم أن هذا من فضل الله عليك، أذن لك بهذا، لو لم يأذن لك ما استطعت. فذاك من المشروع أن يقول المسلم دبر كل صلاة، يعني قبل أن يسلم في آخرها، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن ما عانك الله ما تستطيع إلا بعون من الله عز وجل. ولذلك الله يقول في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يقول الله عز وجل إذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا يقول؟ لا، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ماذا يقول؟ ها، هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي. هي سبع آيات، ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد، وآية الرابعة الوسط يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، صح؟ ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، تكرار الحمد ثناء، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. طيب، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. طيب، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. واضحة، ثلاث لله عز وجل ثلاث للعبد. طيب، هذه الآية قال هذا بيني وبين عبدي، كيف؟ اجتهد العلماء قالوا لأن الله عز وجل في قول العبد إياك نعبد إياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي لأن العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. العبادة ممن؟ ها، من العبد لله والعون من الله للعبد، فقال هذا بيني وبين عبدي. من العبد العبادة لله ومن الله العون للعبد، فقال هذا بيني وبين عبدي. فلا يمكن، لا بد تعتقد عقيدها حتى تتوجه الله لأن يعينك. أنت مخذول ما لم يعنك الله عز وجل، استعين بالله، استعانة من أجل العبادات، وإلا الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أليست الاستعانة هي فرد من أفراد العبادة؟ أليست هي واحد من العبادات؟ صح؟ فلماذا ذكرت هنا بالذات؟ لماذا لم يقول مثلا إياك نعبد وعليك نتوكل، إياك نعبد ولك نسجد، إياك نعبد مثلا وندعوك؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال لأن كل العبادات دعاء استغفار ذكر قراءة قرآن ركوع سجود لا يمكن العبد أن يتعبدها لله عز وجل، أن يتعبد به الله عز وجل إلا بعون من الله، إلا إذا عانه الله ذاك. فبحاجة المسلم إلى أن يستعين. ولذلك تجد الرجل قد يحمل الحديد ويجري المسافات ويسهر في العمل وذكي وحسابات وكمبيوتر ولغات أشياء طاقات عنده، إلا أنه يعجز عجزا تاما على العبادة. لماذا؟ لأنه غير معان. ما تدرون في ناس يحمل حديد وربي عضلات لكن ما يصلي؟ ليش ما تصلي؟ مسلم قال الحمد لله مسلم. ليش ما تصلي؟ قال والله كسلان شايل حديد أنت، صح ولا ما يشيل حديد وما يصلون ويجري مسافات وتسلقون جبال، ها جبال يتسلق لكن ما يصلي ركعتين، لأنه مو معان، لم يعنه الله عز وجل، مخذول. طيب، يعني كيف يعيننا نحن؟ نخشى أن يأخذنا. توجه إلى الله بالدعاء أخي، اطلب الله يعينك، اسأل الله، دائما قل إيش أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي يقبل على الله ويسأله الله يعطيه، لكن الذي يعرض عن الله يعرض الله عنه. حتى إذا استغفرت لا تقول الله مغفر إن شئت، كان يعني الأمر عندك سواء، كما بعضك تبي وتبي والله كيفك تحط حطمة يعني، كان لا واللي يعزم المسألة قل الله مغفر لي، لا تقول الله مغفر لي إن شئت، كأن أنت لست بحاجة، لا أعزم في سؤالك. فأنت اسأل الله، توجه الله بالصدق أن يعينك على طاعته سبحانه وتعالى. ولا ترى الناس عندها علم وعندها عضلات وعندهم ذكاء وعندهم وقت فراغ، ها، وعندهم 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 شهادات عالية، لكن من ذا الذي يوفق لعبادة الله؟ من؟ قليل. لأن الله عز وجل يعين من يشاء، فتوجه الله واسأله أن يعينك. إذا ما أعانك الله فأنت مخذول، لا بد لك من عون الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. نعم.